نكمل مشوارنا need finding and empathy اللي هو إيجاد الاحتياج والعاطفة رح نشوف بالتفصيل ماذا يقصد بهذا الكلام design thinking إيش هو design thinking هو method to focus the design هو طريقة علشان أركز في التصميم وأطور قرارات development decisions of a product on the needs of the customers بناء على احتياجات العميل typically involving an empathy driven process عمليات قادة العاطفة أو عمليات قادها الاحتياج I think the design is beautiful to define complex problems حتى نحدد المشاكل الصعبة and to create solutions ونوجد حلول that address those problems التي حددت هذه المشاكل ما فهمت شيء أفهمك ببساطة الديزاين ثينكينج هو طريقة أنت تستخدمها علشان تحدد المشكلة بناء على بناء على بروسيس قادتها العاطفة بعد ما نحدد هذه المشاكل الصعبة المعقدة نبدأ نطلع سوليوشنز السوليوشنز هذه تحل لي المشاكل كده بسيطة صح؟ <applause> نشوف في النكست سلايد قال لك ترى الديزاين ثينكينج بروسس لازم يمر بعدة عمليات الامبثايز الديفاين الايديات البروتوتايب والتست مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي طبيعي انت من تفاهمها لانه هذه شغلات لسه جديدة علينا حبة حبة ما رح نستعجل أول شي رح نتكلم عنه اللي هو ماذا؟ الامبيثايز إيش هو الـ Empathize؟ قال لك يا طويل العمر إنه الامبيثايز مشتق من كلمة empathy اللي هو العاطفة الامبثي هي السنتر بيس of a human centered design process هو أساس عملية اللي هو التصميم البشري يعني هي أساسها إنه أنا لما أصمم لازم أفكر باللي هو الأمبثي عندي مشكلة والمشكلة هذه أثرت فيني عاطفيا فأنا لازم أروح أحلها صح ولا خطأ The empathize mode is the work you do to understand people هو الشغل اللي أنت تعمله علشان تفهم الناس within the context of your design challenge بمفهوم أو تحديات التصميم تبعك رح أعطيك مثال عندي مثلا شخص هوملس، ما عنده بيت، شخص متشرد، الهوملس هذا مشكلة، لا تجلس تفكر لهم بالأكل حقهم أو بالشلتر حقهم أو أو بالأشياء النيسيتيز حقهم، لأ، فكر كإمباثتك ابروتش سأفكر بالأمر يعني نجلس معاهم، نفهمهم، نسمع الستوريز حقتهم، نسمع المعاناة حقتهم والإحتياجات حقتهم. بعد ما نخلص الاكتف لسنينج هذا كذا لازم نشوف إيش هي الأسباب اللي وصلتهم للتشرد هذا يعني هل هو مثلا فقد شغله هل في عنده منتل بروبلم أو منتل هل في عنده مثلا مشاكل عائلية فاميلي بروبلمز أو فاميلي تشالنجز ودي أبكي خطوات مشيها بالدور إذا أول شيء جلست معه شفت مشاكله شفت هو بيقول ايش الستوريز حكته ايش المعاناة حكته ايش وبعدين بديت ادور على الاسباب اللي وصلته الى هذا هاي ثاني نقطة بعد ما سويت هذا كله ابدأ احط اللي هو ديزاين بروجرامز اصمم برامج اللي هي address the root causes of the problem البروجرامز هذه او الديزاين هذا address the root causes يعني يترجت لي الأسباب حقة أسباب التشرد طيب كيف راح تعالجين أسباب التشرد إذا هو مثلا صار متشرد بسبب أنه فاقد لي العمل فأنا أروح على اللي هو أصحاب الشركات أو أصحاب المصانع وأقولهم لو سمحتم تعملون جوب تريننج فرص للناس المتشردة تمام ممكن أروح على الدكاترة في المستشفيات قولهم لو سمحتم ممكن تعملون فحوص للناس المتشردين اللي عندهم مشاكل مثلا في الـ في المنتل، الأشياء العقلية، الصحة العقلية، تمام؟ يعطونهم يعني سبورت يعطونهم دعم، يعطونهم أدوية، أوكي؟ يتابعون حالتهم، بالنسبة للناس اللي كان عندها مثلا مشاكل مع عائلتها مثلا طردوهم من البيت أو طردوه من البيت، فأنا ممكن أروح على أماكن الإيواء أو أماكن ال- الأخصائيين الاجتماعيين أو المصلحين الاجتماعيين وخليهم يعالجون الوضع هذا إذا اللي أنا سويته هنا عملت empathic approaches واضح واضح القصة اللي صار لي ساعة أسولف بيها واضح طيب تمام so it's your effort إنه جهدك to understand the way they do think إنه جهدك عشان إنك تفهم هم The way they do things الطريقة اللي يسوون فيها الأشياء and why ولماذا their physical and emotional needs إحتياجاتهم العاطفية والفيزيائية مثل ما قلنا هو يحتاج أكل يحتاج مأوى أوكي الأشياء العاطفية يحتاج الحب يحتاج التقدير أوكي من عائلته مثلا how they think about the world هم شلون يشوفون العالم أكيد يشوفون العالم يعني الله المستعان and want the meaningful to them وماذا يعني لهم. هو ممكن شوي يكون كلام نظري بس انت راح تفهمه مرة واحدة وخلاص يعني ما, يعني ما يحتاج انك ترجع عليه مرة ثانية خلاص انه ايش هي الامبثي الامبثي انه اشتغل من وراء عاطفتي وابدأ اني احلل واشوف المشكلة واشوف مسبباتها وابدأ اشتغل عليها why empathize the problems you are trying to solve are of a particular group of people in order to design for them علشان أصمم لهم you must gain empathy لازم تكسب عطفهم for who they are and what's important to them لازم تكسب عطفهم علشان تعرف who they are من أمة وإيش هو المهم بالنسبة لهم في النكست سلايد نكمل إيش هو هذا؟ يعني شيء يطفش طفشت والله يا حبيب القلب يعني لسه دوبنا في patient بي نكمل how to empathize كيف انك تبدأ اللي هو تكسب التعاطف نفس الاكزامبل اللي شرحناه عن الناس المتشردة اي حدد ليها كاوتلاين وراح نمشي عليها حط المثال براسك وامشي معي اوكي اول شيء observe تلاحظ observe users and their behavior تشوف المستخدمين وسلوكهم in the context of their lives في حياتهم some of the most powerful realizations come from noticing احد اهم قوه الادراكات تاتي من الملاحظه ما بين الفرق ما بين what someone says ماذا يقوله الشخص and what he does وايش يسوي مثلا متشرد يقول لك إنه أنا مظلوم أنا مسكين أنا ما عندي شغل أنا 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 واتهيدز تلاقيه هو نايم طول اليوم تلاقيه هو إنه أصلاً ما يبغى يشتغل يبغى أحد يصرف عليه في تناقض ما بين اللي يقوله واللي يسوي تمام فإذا أول خطوة بالامباثايز راح أسويها إنه اللي هي أوبسيرب نمبر تو إنجيج يعني انترفيوينج انترفيوينج يعني كانك تسوي مقابله كانك ان تعمل بريبير لي questions to تو اسك عشان تسالها بوت اكسبكت تو ليد ذا كونفرسيشن ديفيت فروم ذم يعني كانك تسوي مقابله مع هذول الناس اللي عندهم مشكله تسألهم عن اللي هو الستوريز تبعتهم كتب هنا from the people you talk to and always ask why دائما اسألهم why ليش تركت بيتك يقول لك أنا تركت بيتي ليش تركت بيتك to uncover deeper meaning عشان تكشف معاني أعمق engagement can come through both short intercept encounters and longer schedule conversation الانجيجمنت هذه تأتي التشجيع هذا يأتي من ماذا من اللي هو التقاطع ما بين اللي هو المقابلات القصيرة واللي هو المحادثات طويلة الترتيب أو طويلة المدى أوكي طيب ثالثا watch and listen شاهد واسمع combine observation and engagement اجمع كل من الملاحظة اللي انت عملتها فوق والانجيجمنت اللي عملتها تحت هذه ask some to show you how they complete the task have them physically go through the steps and talk you through why they are doing what they do now مثلا على سبيل المثال ask them to vocalize vocalize what's going through their minds انهم يتكلمون ويقولون ايش اللي يصير براسهم as they perform a task بينما هم يعملون التاسك هذه or interact with an object أو أنهم يتفاعلون مع uh, شيء معين أو عنصر معين كل اللي انذكر في هذا السلايد شرحناه في الإجزامبل that was so easy yeah a little too easy actually what do you mean by that well normally when things are this easy some dramatically unexpected setback occurs I don't get it. Me neither. Well, it's kind of hard to explain, but it's sort of like, you know how some... Oh, see? Like that! Are you freaking kidding me? باختصار أقول لك أنه هذا الويك يعلمك كيف أنت تفكر كأي تي ستودنت لما تجيك مشكلة كيف تفكر كاي تي اكسبيرت ان شاء الله بالمستقبل لما تكون عندك مشكله وتبدا توجد لها حلول تقنيه يلا نكمل ثاني مرحله اللي هي مرحله الديفاين الديفاين يعني احدد احدد طيب خلينا نشوف يعني ايش The goal of this stage هدف هذه المرحلة is to craft a meaningful and actionable problem statement لاحظ معي قال لك انه تو كرافت يعني ايش كرافت يعني تنشئ شيء انت بايدك مو تجيبه جاهز من السوبر ماركت لا هو تو كرافت انه يكون ماذا يكون meaningful يعني له معنى ويكون اكشنبل قابل للتطبيق بروبلم ستيتمنت عباره المشكله عباره ستيتمنت يكون فيها المشكله حكتي هذا الكلام اسميه ماذا قال لي اسميه بوينت اوف فيو بي او في يعني من وجهة نظري المشكلة كذا كذا تمام؟ ركز معي إذا أنت هنا تعرف الـ problem statement أنت هنا تحدد الـ problem تبعتك قال لي this should be a guiding statement هذا المفروض أنه تكون شيء إرشادي أو statement إرشادية أو جملة إرشادية that focuses تركز على focuses on insights and needs اللي هو أفكار أو رؤى أو احتياجات أفكار أو رؤى واحتياجات احتياجات مين؟ احتياجات شخص معين particular user or composite character اللي هو شخصية مركبة أشعر أنني كالأطرش في الزفة نكمل عشان تفهم أكثر insights emerge from a process insights الأفكار هذه والرؤى هذه والخواطر هذه تظهر من نتيجة اللي هو الـ synthesizing information يعني إيش synthesizing information يعني إنك تولد أفكار إنك تولد أفكار to تو ماذا to discover connections and patterns حتى تكتشف الروابط وال patterns يعني إيش patterns الأشياء المتشابهة الأشياء اللي إلها نفس الـ نفس الثيم أو نفس التيب. حلوين ها حلوين اوكي؟ ويديفاين؟ ليش نحن نعرف؟ أولاً an endeavor to synthesize, to synthesize your scattered findings هي مسعى لتوليف وتركيب ال الأشياء اللي أنت اكتشفتها المبعثرة اللي هو نسميها scattered findings، أنتو إيش؟ أنتو powerful insights إلى ماذا؟ إلى رؤى وأفكار قوية، powerful insights هذا نمبر 1 نمبر تو انه انها تخليك تولد, تولد او تركب حقك اللي أنت سويته فوق that gives you the advantage that no one else has, اللي ما حد عنده اياها تعطيك ادفانتج تعطيك ميزه ما حد عنده اياها ليش ما حد عنده اياها اللي يشتغل بدايه شغله من الامباثي <applause> ورك هو اللي ايش هو اللي يفهم خلاصه والزبدة. ليش لانه يعرف احتياج الناس ايش يعرف طلبهم ايش الله ده انت بتقولي كلام كبير قوي رقم ثلاثة discoverers that you can leverage to tackle the design challenge يعني ايش هذا الكلام ممكن تشوف في مصطلحات كثيرة غريبة بس يعني لا تخاف كله إن شاء الله سهل. discoveries الاكتشافات that you can leverage يعني إيش leverage؟ يعني التي تؤثر that to tackle the design challenge يعني تؤثر على التصدي على صعوبات التصميم، ليش؟ لأنه أنت عندك discoveries تمام؟ Discoveries <applause> هذه اللي انت تكتشفها خلال عمليه الديفاين بيقول لك انه هي تخليك تتصدى لاي تشالنج اي تحدي يواجهك في عمليه الديزاين حقتك ها صدع راسك ولا الامور تمام تكفو تكفون يا عوال العون فكوني منها How to Define كيف نعرف ادخلي لي الحين بالتفاصيل اعطيني تفاصيل هاو تو Define قال لك انت علشان تعرف اول شيء لازم تحط براسك انه develop an understanding of the type of person you are designing for لازم تفهم طبيعة الشخص اللي قدامك اللي انت جالس تصمم له او تشتغل له اللي هو your user صح ولا خطأ طيب هاي واحد عشان باختصار عشان ما تتعذب اوكي رقم اثنين synthesize and select a limit set of needs ولد واختار مجموعة من الاحتياجات يعني مثلا في مثال في مثالنا تبع Homelessness اله, احتياجك ايش؟ فلوس اكل شرب مأوى اذا احط set of needs that you think are important to fulfill اللي هي مهمة للانجاز تمام؟ حلوين work to express insights لما انت تشتغل اشتغل علشان تعبر عن الانسايتس يو ديفلوبد ثرو ذا synthesis اوف انفورميشن oh Guys, وي ار وركينج tirelessly day اند نايت تو سيف ذا world. اه uh, but ذا world doesnt need سيفينج right? اللي هي انت جمعتها من ايش من مرحله الامباثي تمام من الامباثي وورك اللي انت عملته الريسيرش وورك صح ولا خطا اذا انت الان في الديفاين راح تشتغل عشان تعبر عن اللي هو الرؤى حقتك وتطورها من خلال تركيب مجموعة من المعلومات اللي جمعتها أصلا من الامبثي ورك آخر شيء articulate a point of view يعني إيش articulate؟ يعني تحدث بوضوح أو انطلق بوضوح عن وجهة نظرك اللي أنت تتكلم فيها by combining أنك تجمع الثلاث عناصر هذول اللي هي المستخدم اليوزر والنيد الاحتياج والانسايت الرؤى اللي انت حطيتها للبروبلم ستيتمنت هذا بروبلم ستيتمنت يكمل لي الآن اللي هو الهرجة حكته فيقول لي إنه هنا a good point of view is one that يعني الحين أنت مسوي تيم وجالسين تتقهون وتجلسون تسوون ديفاين للمشكله لل... حقتكم حلو مثلا علي يقول فكره تعجبك او البوينت حق علي البوينت اوف فيو حق علي يعجبك البوينت اوف فيو حق خالد يعني انا عايز اقول لك حاجه اه اصل انا غبي على اي اساس اختاريت انه البوينت حقت علي يعني ملائمه والبوينت تبع خالد مي زيبطه على اي اساس على اساس نقاط معينه راح اقول لك ايش هي اول شيء provides focus and frames the problem انه لازم يركز ويحط المشكلة بإطارها، يعني ما لازم تكون بعيدة عن المشكلة، الـ point of view حقه اللي اللي يتحدث به ما لازم يكون بعيد عن المشكلة، هاي أولا، شيء أيضاً إنه هو inspires your team يكون يلهم فريقك، الـ point of view لازم تكون ملهمة للفريق، أيضاً informs criteria for evaluating evaluating إيش؟ competing ideas أحط معايير معينة عشان أقيم الأفكار التنافسية علي قال فكرة point of view وخالد قال point of view وأنا أختار مين طب رح يزعل خالد لو أقول له لا معلش البوينت point of view حقتك على جنب رح يقول لي ليش أقول له لأنه أنت لم تلتزم بالكريتيريا لم تلتزم بالمعايير علشان كذا لازم يكون inform criteria يعني إيش informs inform criteria يعني أبلغ فريقي كلهم بالكريتيريا حكتي يعني مثلاً الكريتيريا إنه لازم تكون actionable يعني لا تعطيني point of view خيالية لازم مثلاً ما تكون expensive لازم مثلاً تكون measurable قابلة للقياس حلو علشان إني أقبلها وأقول إنه هذه point of view جيدة أيضا empowers your team تدفع فريقك to make decisions independently independently يعني كل واحد مع نفسه يجلس كذا مع فنجان القهوة حقه يمخمخ على الفكرة independently in parallel يكون التيم ممبرز عن عندهم ال القدرة انهم يعملون decision making without waiting لأبروفل من أحد أعلى منهم أو منك أو من المدير أو من أي أحد يكون higher ups captures the hearts سيطر على القلوب سيطر على المايندس العقول of people you meet للأشخاص الذين إيش الذين تقابلهم والكلمة الطيبة صدقة نعم أي أحد يعطيك point of view أنت رائع والpoint of view حكتك على راسي علشان يطلع لك point of view أحسن أه؟ أمي عملت لي معرفة أنني نجحت عمل صينيه بطاطس أه؟ أقعد يابا باللحمة مش هتفرق اقعد علشان كده هنا قال لك captures the hearts and minds طيب نكمل نجي على الستب نمبر ايش 3 زغرته يا اخوان يا حتى زغرتي والنبي يا نساء الله 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 ايوه زغرته زغرت يا عم سامح كلمه ايديت ماخوذه من كلمه ايديا صح احسنت من كلمه ايديا اللي هي فكره طيب ideate هي عمليه انتاج الافكار الحين نحن في المرحلة الثالثة الستب نمبر ثري مرحلة الايديات انه انا اجلس انتج افكار اذا ذا concentration on idea generation هي عملية التركيز على انتاج الافكار mentally عقليا it represents a process of going wide يعني ايش going wide ها روح بالارض يعني ايش يعني طلع طلع لي افكار طلع 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 قد ما تقدر تمام؟ In terms of concepts and outcomes في مصطلحات المفاهيم والنتائج ideation provides both the fuel هي الوقود وهي source material يعني لاحظ ركز معي هي الوقود وهي source material لعمليه البروتوتايب اللي هي العمليه اللي بعدها او الستيج اللي بعدها وراح نشرحها ان شاء الله شويات كمان بس باختصار كلمه بروتوتايب انك تسوي نموذج نموذج محاكي للي هو الحل اللي أنت تتوقعه تمام؟ أو اللي أنت تبغاه يعني مثلا على سبيل المثال أنا أبغى أبني عمارة أروح أقول خلاص أنا أبغى أبني عمارة يلا طلعوا لي بالعمارة لا أو أبغى أبني مثلا مول أو مجمع سكني يلا طلعوا لي بالمول أو المجمع السكني لا لازم أعمل بروتوتايب لهم ترى هنا الطريق هنا مثلا المنافذ هنا الشبابيك هنا الأبواب بتكون هنا مخارج الطوارئ اشوف البروتوتايب هذا وبعدين ابدا اعدل احسن اعمل له تيستينج اطوره اغيره وهكذا فهذا هو البروتوتايب getting innovative solutions into the hands of your users let's go baby let's go يعني هي اللي تخليك تطلع الافكار الانوفيتيف يعني الافكار الايش يعني ايش انوفيتيف يعني أي خلاقه احسنت ممتاز انتو ايش انتو ذا هاندز اوف يور يوزر يعني بايدي مستخدمينك حلوين يعني أنا في الترجمة مية مية طيب <applause> كمل. <applause> نكمل اللي بعده Why ideate؟ ليش نعمل أصلاً الـ ideate؟ باختصار قال لي عشان أنتقل من مرحلة تحديد المشكلة إلى مرحلة إنشاء solutions creating أو خلق حلول للمستخدم for your user Various firms الأشكال المختلفة من الـ ideation أو leverage يعني أثرها إيش؟ قال لي هي step beyond obvious solutions هي خطوة ورا الحلول الظاهرة يعني الأيديشن هي المخرج حق حق يعني مثلا لو نحن انا عندي فيلم اسمه السوليوشنز المخرج تبعه اللي هو عمليه الايديشن لأن هي اللي طلعت لي السوليوشن فهي الجندي المجهول الذي يكون خلف السوليوشنز صح؟ and those increase the innovation potential of your solution set وبالتالي تزيد من الإمكانية الإبداعية اللي هو solution set اللي أنت طلعتها حلوين أيضا harness the collective perspectives جمعهم مع بعض تشدهم collective perspectives يعني اللي هو المنظور المختلف أو التجميع اللي صار مع strength of your teams مع قوة مع نقاط قوة فريقك أيضا هي uncover هي تكشف ال unexpected areas of exploration of exploration يعني تكشف لي شغلات ما قد كانت موجودة قبل أوكي إذا هي uncover unexpected areas يعني مناطق أصلا ما كانت مكشوفة من الاكتشاف حلوين أيضا هي create فلونسي ايش يعني فلونسي بالانجلش طلاقه لما اقول لك طلاقه طلاقه في الافكار يعني كم كبير من الافكار فوليوم من الافكار طيب لما اقول لك من الافكار يعني ايش فليكسبيليتي انا فاهم الاولانيه لما هتقولي تانية مرونه احسنت طب مرونه افكار يعني تنوع بالافكار variety من الافكار ان يور انوفيشن اوبشنز لي اللي هو خياراتك الإبداعية. آخر شيء get a voice solutions out of your hands. تشيل الحلول الواضحة من إيدك خلاص and drive your team beyond them وتخلي فريقك يروحون إيه ورا هذه الأشياء الواضحة. نحن ما نبغى الحلول اللي كل اللي كل الناس عارفينها علشان كذا أصلا هي غير فعالة. فعلاً ورأيك هذا شديد طيب كلمتيني كثير عن مرحلة الـ Ideation How to ideate أصلاً؟ How to؟ شلون عمل الـ ideate. الـ ideate؟ عملية تصير إنك تجمع اللي هو عقلك الباطن أو الإدراكي مع عقلك اللا إدراكي أو عقلك الباطن اللي هو الـ conscious مع الـ Unconscious Mind هذول ينجمعون سوا تمام؟ And rational thoughts وأفكارك المنطقية مع خيالك تمام؟ فهنا قال لي عبارة حلوة قال لي إنه ثيم أنت لازم تحطه في بالك أو أو سمة لازم تكون في بالك إنه أنت في هذه المرحلة راح تفصل عملية اللي هو إنتاج الأفكار من عملية تقييم الأفكار وهذا الكلام قد قلناه قبل طيب ممكن تقول لي أنا وش أسوي في عمري علشان أطلع لك الأفكار هذا <applause> سر تكنيكات قال لك اكزامبلز عليها البرين ستورمينج البودي ستورمينج المايند مابينج والسكتشينج طبعا كنا نستخدم هذه الأشياء في حياتنا اليومية كنا نعرف البرين ستورمينج العصف الذهني طب البودي ستورمينج العصف الذهني يعني أنك تعصر مخك تعصر مخك وتطلع أفكار كثيرة البادي ستورمينج تعصر جسمك تعصر جسمك وتطلع افكار كثيره كيف تعصر جسمك هو مو معناتها اصلا تعصر جسمك يعني هي معناتها انه تخلي جسدك فيزيكالي يعيش التجربه بحيث انت تطلع بافكار يعني مثلا نحن لو رجعنا على مشكلتنا تبع الهوملسنس روح مثلا اجلس في الشارع كمتشرد راح تشوف بالفعل هم بيعانون من ايش ها يعانون من ايش ما في اكل ما في احد يعطيهم فلوس ما في احد يقاويهم او ينيمهم بمكان ماوى فانت وانت تعيش فيزيكالي إن انت هنا سويت بادي ستورمينج انه انت عشت عيشتهم وحسيت بيهم فيزيكالي فانت هنا راح تبدا تطلع عندك افكار النقطة الثالثة اللي هو المايند مابينج وكلكم طبعا كستودنتس تشتغلون في المايند مابينج عشان تلخصون الدرس بصورة فيجوالي هنا درسنا كذا هنا درسنا كذا هذا يتفرع منه كذا وهذا يتفرع منه كذا والكلام هذا هذه المايند مابين الرابع اللي هو السكتشينج انك ترسم ترسم هذا انسان هومليس طيب ممكن يمشي بطريق تدوسه سيارة طيب انا وش اسوي في الطرقات ممكن اني اعمل اماكن مخصصة لهم طب هم وين يجلسون اذا انت ترسم من السكتش رح تطلع عندك افكار كافي؟ تعبنا يعني؟ طيب خذ بريك شوية ورجع لي مرة ثانية